اليوم موضوعنا الطبي بهم كل الناس يلي عم يتابعونا، واليوم خلال فصل الصيف والإجازات وارتفاع درجات الحرارة هون عم يصير في عنا مشاكل صحية، مشاكل بالجلد والبشرة، ممكن تسبب كتير من الحروق الشمسية، من التجاعيد، من التصبغات، وهون احنا لازم نعرف كيف نتصرف كرمال ما يكون في آثار سلبية على صحيح هايدي. بيقولوا بيكفي يكون تحت أشعة الشمس تمام. 15 دقيقة لحتى يبلش التأثير يبدأ بشكل واضح على الجسم، وممكن من ساعة لساعتين تبلش الحروق تظهر. هالوقت القصير بظهور آثار الشمس على الجلد بشكل عام بده ساعات طويلة أكثر أو حتى أسابيع لحتى يروح تأثيره، على الرغم من أنه البعض بيكون حاطط واقي شمسي ومع هيك ممكن ينصاب بحروق. شو الأسباب وطرق العلاج وغيرها من التفاصيل كلها رح تكون مع ضيفنا اختصاصي الجلدية دكتور ماهر دي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يا صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع المفروض لازم دائما خلال هي الفترة نذكر فيه لأهميته الكبيرة. اليوم نحن يمكن طبيعة عمل أي شخص هو مضطر أنه يطلع بالبيت بأشعة الشمس الكبيرة، اليوم من خلال هي الأشعة الشمس ممكن يصير في عنا تغير بلون الجلد أو لون البشرة أو ندبات، لكن إمتى نحن بنفرق هذا الشيء عن الحروق الشمسية؟ خبرنا أكثر. تمام. بالنسبة لموضوع حروق الشمس أكيد بيكون في قصة التعرض للشمس. الأعراض واضحة عندنا نحن. الحروق منقسمها لدرجات، في عندنا درجة أولى وثانية وثالثة، الثالثة نادرا ما تسببها حروق الشمس. حروق درجة أولى بيكون في عندنا احمرار خفيف، ألم، ممكن حكة، علاجه بسيط، ممكن يكون بالبيت يعني عن طريق كمادات باردة، كريمات، ممكن مسكنات ألم حسب درجة الألم. هلا إذا كان تعرض لمدة أطول ممكن يصير حرق من الدرجة الثانية، هون بيكون الموضوع أعقد شوي وبحاجة لزيارة الطبيب. بيكون الاحمرار اشد، بيكون في الم اكثر، بيصير في عندنا مثل بالجلد في بيعبي مي، يعني مثل بنسميهم فقاعات، هون بنستدل انه هو حرق درجه ثانيه. هون اكيد بحاجه لزياره طبيب، بحاجه لعنايه خاصه، ممكن نحتاج لتغطيه انتانيه. فنحن دائما توصياتنا هي انه نتعرض للشمس بين قبل الساعه 11 او بعد الساعه 4، اكيد مع الالتزام بالواقي الشمسي، لبس الوان فاتحه، التعرض التدريجي، يعني ما نتعرض من أول مرة لفترة طويلة، وأكيد أصحاب البشرة الفاتحة هن معرضين أكثر لهي الأذيات. طيب دكتور، عادة نحن بنعرف هلأ موسم الصيف بلش، هالعطلة ترافقت مع درجات حرارة مرتفعة، الأغلبية كانوا بالمسابح بالبحر وتعرضهم بالوقت اللي انت قلت فيه انه هو ما لازم يتعرضوا، يعني بين 11 للأربعة أوقات الذروة عم بيحطوا واقي شمسي، عم بيحطوا الكريمات، ومع هيك عم نشوف حروق كبيرة، عم نشوف آثار واضحة عليهم. كيف ممكن يتم التعامل مع هذا النوع من الأثر أو الضرر للشمس؟ تمام. هلا مثل ما حكينا تعرض تدريجي، ما نتعرض لفترات طويلة، يفضل خارج هاي الأوقات. إذا اضطرينا نتعرض بهي الأوقات نحن بدنا نلتزم بالواقي الشمسي. هلا الواقي الشمسي بينقاس بشيء اسمه SPF Sun Protection Factor، يعني آخر الدراسات بتقول إنه SPF 50 هو كافي. هلا في كثير عالم بتستعمل واقي شمسي وبيصيبها حروق، استعمال خاطئ بيكون، يعني نحن لازم قبل ما نطلع على الشمس بربع ساعة ونضل نجدد كل ساعتين، يعني ما عندنا واقيات شمس مثل ما بيكتبوا عليها تقي 24 ساعة، نحن أكيد نتعرق يعني كل ساعتين يفضل إنه يتجدد. صحيح. طيب خلينا نعرف من حضرتك شو هي الأعراض أو الدلالات أو العلامات اللي ممكن تخبرنا إنه إحنا فعلاً عنا حروق شمسية، كرمال إحنا نعرف من بداية الطريق إن كان هذا الشيء خطير على صحتنا أو خفيف ومن بدايته نحن نعالجه. هلا في حال كان احمرار خفيف مع الم بسيط فهو حرق درجه اولى، فينا نتعامل معه بالبيت عن طريق كريمات ترطيب، عن طريق كمادات بارده. في حال شفنا انه في فقاعات او الجلد عم بيعبي مي، هون بنستدل انه في عندنا مشكله، يعني احنا بحاجه مراجعه الطبيب. مثل ما قلت لك بده عنايه خاصه، ممكن نضطر لمطهرات، ممكن نضطر لتغطيه انتانيه حب حتى، يعني على حسب الدرجة حسب الحالة. طيب دكتور خلينا نقول إذا كان المريض مثل ما حضرتك قلت وصل لدرجة مرتفعة من الحرق، قديه ممكن يستمر فترة العلاج؟ يعني لحتى مثل ما بيقولوا تقشر هاي العملية وتتعالج ويطلع طبقة جديدة من الجلد. هلأ إذا كان حرق درجة ثانية فوسطياً بده شيء أسبوعين، حرق درجة أولى خلال أيام 3-4 أيام بيرجع الجلد لوضعه الطبيعي. أكيد مع عناية مركزة يعني. أكيد.
طيب اليوم ممكن في كثير من الشغلات اللي بنسمعها في حسن معنا حروق شمسيه، في اشخاص بتلجا لمعجون الاسنان او اي شيء عندهم بالبيت كرمال تخفف من الوجع او تخفف من هي الحاله، هل ممكن يكون هذا الشيء خطير اليوم على صحه الجلد؟ اكيد نحن اكيد ما بننصح بهذا الشيء، يعني بوجود كل هالتطور وكل هالطب وهالكريمات، وحتى في كريمات اسعارها مقبوله يعني بالنسبه لموضوع السعر ما نستعمل من عندها، لا يعني ممكن تضر اكثر ما تنفع. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم دكتور على طريقة العلاج، يعني مثل ما قلت بتختلف بين حدا وحدا تاني، اليوم نعرف البشرة السمراء يمكن بيكون الضرر فيها أقل من البشرة البيضاء، وهن يمكن أصحاب البشرة البيضاء هن اللي بيتعرضوا أكثر لأنه هن اللي بدهم ياخذوا لون غامق بالصيف فبيصيروا بيقعدوا أكثر درجات حرارة، في ناس صارت تعتمد على خلطات، هاي الخلطات هل هي مؤذية؟ هل هي بتساعد؟ يعني مثل منتجات خليني أقول تجارية من دون أسماء اللي بتساعد على تلون الجسم ما إلى ذلك، هل هي ممكن تساهم بزيادة آثار الشمس وضررها على الجسم؟ هلا نحن كأطباء جلد أكيد ما بننصح بالتسمير ولا بننصح بالسولاريوم لأنه كلها هي على المدى الطويل بتسبب سرطانات جلد، أكيد مو بين يوم وليلة على مدى سنين يعني. بس يفضل نحن إذا بدنا ناخذ لون تعرض تدريجي. الواقي الشمسي ما بيمنع انه ناخذ لون، بخفف من اللون اللي بناخذه بس يعني بنضل يعني ضمن السليم يعني. طيب بما انه عم نحكي عن الواقي الشمسي اليوم، يمكن كثير من الاشخاص بيتقيدوا بموضوع الواقي الشمسي، بيكون في التزام كبير منهم، ولكن بنفس الوقت هنن عم يتعرضوا لهي الحروق الشمسيه، خلينا نوضح شو هي الاسباب. الاسباب اهم شيء نحن بالنسبه لموضوع الواقي الشمسي انه ندهنه على كافه المناطق المعرضه للشمس، يعني ممكن عالم تنسى انه فوق الاشفان على الشفاه على الادنين من فوق كمان نحن مضطرين انه نحط، واكيد نجدده كل ساعتين تكون نوعيته جيده، وحتى بدنا نوعيته تكون مناسبه لنوع البشره، يعني في للبشره العاديه، في للبشره الجافه، في يعني كل بشره والى الواقي الخاص فيها، ومع تجديده كل ساعتين. طيب خلينا نحكي كمان اليوم على بعض الشغلات اللي ممكن تكون مساهمة، يعني الواقي الشمسي لوحده ما بيكفي، مثلا مثل الملابس اللي ممكن يكون لونها فاتحة الأبيض ما إلى ذلك، هدول الشغلات تنصح في ناس بيحطوا طواقي كبيرة، هي ممكن تساعد، يعني خلينا نعطي هيك بعض المعلومات اللي ممكن تساعد الناس وخصوصا هلأ يلي عم يحضرنا وبده يطلع لسه برا البيت. تمام. هلا كثير يعني هلا الواقي الشمسي هو للمناطق اللي نحن ما لنا قدرانين نحميها، اكيد في عندنا وسائل ثانيه مثل ما تفضلتي الطاقيه، الملابس الفضفاضه، القطن، الالوان الفاتحه، كلها هي بتساهم انه نحمي حالنا من اشعه الشمس. هلا حتى الشمس ممكن تساوي شيء اسمه ضربه شمس، فنحن بدنا نكثر شرب سوائل لحتى تكون مو بس جلدنا سليم يعني. ترطيب داخلي وخارجي. تماما. طيب دكتوري ماهر، حضرتك اختصاصي بأمراض جلدية، اليوم شو أكثر الأمراض الجلدية اللي بتلاحظها موجودة خلال فصل الصيف؟ خبرنا أكثر. هلأ خلال فصل الصيف في عنا ثلاث شغلات بتتغير، اللي هي الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس اللي هي الأشعة فوق البنفسجية. تمام. هلأ بالنسبة لموضوع الحرارة والرطوبة بزيد الأمراض الفطرية بتزيد عنا، في عنا شيء اسمه دخنيات، في عنا شيء اسمه شرى شمسي وإكزيما، إكزيما ضيائية. هلا اكيد ازياد الشمس كمان الاشعه فوق البنفسجيه مثل ما حكينا انه ما بتودينا بين يوم وليله للسرطان، ممكن يصير عندنا شيء اسمه تقرانات ضيائيه. يعني نحن مو هدفنا نخوف العالم بس كمان الوقايه كثير مهمه يعني وخاصه بهالوقت يعني. طيب دكتور خلينا ناخذ هيك شويه معلومات يمكن بعض الناس ما بتعرفها، في ناس بتقول مثل ما حضرتك قلت انه انا اذا اسمر معناته ما في داعي احط واقي شمسي، هل هذا الحكي صحيح؟ لا اكيد لا. هلا بالنسبه لموضوع الاسمر هو اقل عرضه انه يصير عنده حرق شمسي، بس هو معرض اكثر انه يصير عنده تصبغات اللي هي كمان شكوى كثير شائعه بالعيادات، يعني بيغمق او بيطلع بقع معينه بالجسم، بيطلع لون غامق على الجلد وعلاجه طويل وصعب نسبيا يعني بيحتاج فتره طويله، ممكن نحتاج لميزوثيرابي او ليزر او كريمات بتساهم بس على المدى الطويل. طيب اليوم شو في اخطاء شائعه بتلاحظها حضرتك اليوم من الناس ممكن ترتكبها، ممكن يصير في عندهم مشاكل بالبشره او مشاكل بالجلد خلال فصل الصيف مشان ننبه عليها ونعطي هيك نصائح للحفاظ على صحتهم؟ الاستهتار بموضوع الواقي الشمسي. في كثير عالم وخاصه الشباب اكثر من البنات ما لهم خلق انه يستعملوا هي النوع من الكريمات او انه يجددوها. هلا نحن بمقارنه بسيطه يعني الواحد ليقتنع بفائده الواقي الشمسي اذا بيقارن البشره المغطاه اللي ما بتتعرض للشمس بالعاده مع
بشرة الوش أو الإيدين عن شخص كبير بالعمر بيلاحظ قد إيه تأثير الشمس على المدى الطويل. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن بعض يمكن التفاصيل اللي بيعملوها الناس بيفكروا انه هي صح، مثل استخدام المرمم الجلدي البنتينول. في ناس كثير بتحطه انه هو مرطب قوي ومفيد وبيرمم البشره، وخصوصا السيدات ممكن يحطوه ويطلعوا على الشمس، هل هو له اثار سلبيه او لا؟ البنتينول نحن بنحذر انه نحطه ونطلع على الشمس، يعني هو محسس ضيائي، يعني بيزيد الموضوع انه ياخذ لون تصبغ، فيفضل انه لا، يعني ممكن نحن نحط انواع ثانيه من المرطبات بعدين فوق الواقي الشمسي. تمام. في كثير اليوم من الصبايا والسيدات بيلجأوا للليزر ان كان بالشتي او الصيف، ولكن بالصيف يمكن خلال تعرضهم للليزر ولما يتعرضوا لاشعه الشمس برا والحراره مرتفعه يمكن بيصير في عندهم حروق جلديه، حروق بالبشره، ممكن يصير في ندبات. خبرنا اكثر عن هذا الموضوع، قد لازم يكون في اهتمام اكثر؟ هلا في عنا اجراءات نحن بنحاول نبعد عنها بالصيف، بنوجه اكثر لها بالشتاء بسبب موضوع الشمس، مثل التقشير الكيميائي، مثل الليزر، مثل الديرمابين، لانه البشره اذا كانت مهيجه لاي سبب، يعني اذا كان لونها احمر لاي سبب وطلعنا على الشمس ممكن تاخذ لون، ممكن تتصبغ، وهي يعني جماليا غير مرغوب فيها اكيد. طيب دكتور، كمان خلينا نسال هيك عن معلومه كثير بيتداولوها الاشخاص. هلا بهذا الوقت في ناس ما بتستخدم السولاريوم او ما بتستخدم هي الاساليب، بس بيستخدموا اساليب بيقولوا عنها طبيعيه، مثل مثلا بيحطوا مشروبات غازيه على جسمهم قبل ما يتعرضوا للشمس، بيقولوا انه هي بتساعد على انه الجسم ياخذ لون. مثل هي الممارسات ممكن تكون سيئه، الى اثار سلبيه على الجلد؟ هلا هذول كلهم اللي عم نحكي عليهم، الزيت او المشروبات الغازيه، هي محسسات ضيائيه، يعني احنا اذا بنحطها على الجلد عوض ما نتعرض للشمس مثلا خمس دقائق، ف بصير مثلا دقيقه هي كافيه لانه ناخذ لون، بس نحن عم يعني ضرر اضافي. يعني في ناس بتحط فازلين، في ناس بتحط جليسرين، يعني كل شيء بيخطر على بالك عم بيجربوا خلطات غريبه. يعني اكيد كلها هي ما بننصح فيها اكيد. والسولاريوم كمان هو يعني بيضر اكثر من التعرض للشمس، يعني هو جرعه شمس مكثفه. طيب نحن عندنا انواع من البشره، ولكن اليوم خلال فصل الصيف بنحس انه البشره عم تكون كثير جافه، شو السبب دكتور وكيف ممكن نعالج هي المشكله؟ تمام. هلا فصل الصيف كثير بننصح انه نكثر شرب سوائل، لانه يعني الجو الحار رح يساوي جفاف، يعني البشره الجافه اللي هي اساسا جافه بالشتاء رح يزيد هذا الموضوع كمان بالصيف، فاكيد نحن بدنا تزيد العنايه. في عنا مثل ما حكينا كريمات، يعني ممكن نتبع روتين معين، بس بدها استشاره طبيه بدون العشوائيه. اكيد بعد الفحص. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي اليوم عن الاخطاء الشائعه اللي عم تشوفها. هلا نحن حكينا شويه شغلات من اللي بنسال عنها، من اللي بنشوفها بالعموم. اليوم انت بالعيادات شو عم بتشوف شكايه شائعه عندك بالعياده؟ ممكن مثل ما حكيتي، يعني موضوع انه تتابع جلسات الليزر، فراكشنال ليزر مثلا. هلا بحالات معينه ممكن نكمل فيها، بس بده يكون يعني نشوف انه المريض متعاون، يعني انه عارفان شو خطر الشمس، عارفان انه مثلا يلتزم اول 3-4 ايام ما يطلع على الشمس، بعدين اذا اضطر يلتزم بموضوع الواقي الشمسي. اذا شفنا انه المريض مطاوع ممكن انه اذا اضطرينا انه نتابع بهي الجلسات. اكيد. بالختام نصائح طبيه مهمه، شكرا لك دكتور، وان شاء الله الكل يلي تابعنا يكون استفاد من كلام حضرتك. كنت معنا الدكتور ماهر ديب اختصاصي امراض جلديه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لك ولوجودك.